أنا يا هلا يا هلا ما شاء الله ما شاء الله أنا توقعت إن يعني رح نطبخ عندك في البيت لا 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 بيت لا أنا حبيت نعمل لك حاجة أخرى خير البيت دخلك لمكان آخر بمناسبة عيد ميلادك الله شوف الدلع الدلع المستيري الدلع المستيري الشركاو وترى المفطيرة مستيرية أصيلة الله عليك حصري بس على نكهة بلدي خلكم متذكرين هالموضوع هذا هو سمك الشركاو اللي هو صعب وصوله وانكم تحصلونه وين في منستير نبدا اول شيء حطوا معدنوس خلكم معايا اعزائي المشاهدين اول شيء راح نحط البقدونس نحطه بالايد عادي احنا هني بشف بالايد لان بالايد في طاقه الحب بعدين شنو بصل بصل بس البصل لازم بالملعقه لان ما فيها طاقه حب ركزوا معاي احنا حطينا فلفل اسود عندنا احنا نسميه فلفل اسود وفلفل احمر والحين الهريس كلنا ندري ان الهريس في تونس ام فلفل ها اوكي زيت شوي بعد خلاص كله فلفل خبز مرحي يعني خبز هذا اي يعني مطحون مطحون حط هذا بالزيت في الزيت الحين عرفنا أسرار شلون نسوي بطاير الشركاو في عندنا اللمبوكة وهذه احنا ما يبنا طاريها لأن أنا خليتها مفاجأة مني لكم تكتشفونها على طاولة الأكل شنو آخر الخطوات عشان نخلص الشركاو حمره يقعد في الزيت يطيب الحمره وتقلب الزيت الحين خلاص نخلي الشيف ياخذ راحته ونلتقي معاكم على مائدة الطعام ونكتشف الأكلات أنا قالوا لي حطي لي أكثر من أكلة منستيرية بحتة